فاول لصالح النادي المصري. تتلعب الكره الطوليه، مش ممكن مش ممكن يا محمد يا كوفي. الفوره من كام؟ لازم اللعيبه تقول لنا الفوره من كام. 3-1 في الدقيقه 23، ده كل هجمه بجول. المصري ما بيضيعش، المصري لما بيوصل بيسجل، والنتيجه اصبحت 3-1 في الدقيقه 23. نجيب ورقه وقلم عشان نبتدي نقيد بقيه الاهداف. خلاص الورقه اللي معايا خلصت. محمد كوفي بيسجل الهدف الرابع في هذا اللقاء،